طب احنا دكتور كمال معانا، دكتور كمال الجنزوري معانا على التليفون. اهلا بك يا دكتور كمال. اهلا، مساء الخير. مساء الخير يا فندم، ويعني تمنياتنا بالتوفيق ان شاء الله في تشكيل حكومه جديده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ربنا يوفقك. انا معايا هنا في الاستوديو المهندس نجيب ساويرس يا دكتور كمال، واحنا كنا لسه بنتحدث على الخلاف الذي يعني نشب لدى ثوار التحرير وعدم موافقتهم على اختيار سيادتك في منصب رئيس الوزراء. هل وصلتم الى توافق يا فندم يعني واحتواء الامر مع ثوار التحرير ومع ائتلافات الشباب؟ لا، انا ما حاورتش. انا كل اللي عملته خلال اليومين اللي فاتوا ان انا التقيت باعداد تصل اكثر من 100 بمجموعات متتاليه، وان بقى ان يقولوا دول لا يمثلوا التحرير ودول ما همش الاصل، ولكن انا وفي نفس الوقت التقيت بنقابات سواء الزراعيين او نقابات المهنيين او نقابات كثيره. كان الهدف الاصلي ان انا اخاطب، وتدخلت كمان في مداخلات في يمكن حوالي 12 13 مره في يومين في الفضائيات المختلفه، وده مش طبيعي يعني، ولكن اضطريت اتكلم. وزي ما سالني اكثر من مره ان ايه الخلاف، ما فيش خلاف بيني وبين اي حد، وانا لما اسعى لهذا الامر وبكرره تاني، وسعيت ان قبل ما اجي رشحت الاخ الدكتور بلدعي، بل طلبته والكلام ده قلته وبكرره تاني على ان هو لا، لو طلب منه لا ارجو انه يقبل، وطلبت الاخ منصور حسن نفس الامر، وبالتالي انا وجدت نفسي في هذا الامر وفي الوضع اللي انا اعرفه كويس قوي، سواء من الجانب الامني والاعلامي والاخلاقي والجانب الاخر الاقتصادي. اعتقد كان يعتبر هروب لا يتفق معايا لهذا البلد ده ما عشت فيه عمري، واداني وخلاني كمال الجنزور يعني. فبالتالي ما مش هقف عند الخلاف. وانا رحت النهارده، وانت في الحاله لو فتحت التلفزيون في قناه اولى المفروض نازل عربيه عشان اقول للواء في الطابور حوالي 700 800 واحد عن اذنك، لقيت 700 سابوا الطابور وبتلفوا حواليا. واعتقد هو ده شعب مصري. ولو خدتك برضه ورحت قريه في زقاق، لان انا ليا ماضي يعني، وبالتالي اللي اختلف معايا واللي اختلف ليه اذا كان سني، وزي ما قلت برضه انا جايش الحديد يعني، اذا كان ارتباطي بالماضي ده اعتقد الوحيد في كل من حضر ال 120 وزير وستة رؤساء وزارة، الشخصية الوحيدة الذي لم يأخذ لا منصب ولا وسام ولا ولا ولا، وحتى اللي كانوا معايا وانا وزير وبيت عليهم نائب رئيس وزارة 11 سنة، واللي بيت رئيس وزارة عليهم ورغم احترامي جميعا ليهم خدوا اوسمة خدوا وظائف ما خدش. فاذا لنا يعني الوحيد اللي الشعب ما نظامه لا، ده حضرتك الوحيد اللي ما تعينتش رئيس بنك بعد ما سبت رئاسة الوزارة دكتور كمال اظن. يا اخ عمرو انت اللي ما تعرفوش بقى، اذا ده طلب من الوزراء اللي انا حتى اللي جبتهم لم يحدثني اخر حد في العشر سنين. يا وكان راجل الاعمال يكلمني حبيبي يبلغه اللي انا جبته. يطلب تاني يوم راجل الاعمال يقول له اخرب بيتك، يقول له فالوحيد اللي ممكن يقال عنه يعني. بس عفوا يا دكتور كمال، انا اسف للمقاطعه يعني، لكن انا عايز اعرف ايه الطار اللي كان بين الرئيس السابق وبين حضرتك يعني بعد ما طلعت؟ انا اعرف هذه المعلومات، بس ايه السبب بقى؟ السبب ان سوء حظي، ان انا السبب الرئيسي ان انسان بحترم نفسي لم اقبل في يوم ما ان اقول نعم في الوقت فيه لازم اقول لا. وسوء حظي الاكبر ان انا اتحبيت من الناس يعني. الكلام اللي قيل لي يوم ما خرجت من مسؤول كبير في مكتبي عشان ياخد مني استقاله، قال لي علشان يا فندم كنت بتكلم جمال مبارك بتقول له يا جمال مش يا استاذ جمال. لا، ما اكتر من هذا، جمال لم يحضر اجتماع في الاربع سنين الا ساعه في اجتماع ما، ومش عاوز اقول حضر ازاي يعني. ولكن الشخص المسؤول اللي جه يقول لي استقيل يوم 5 اكتوبر 99 وهو شخصيه كبيره جدا، بقول له ايه اللي حصل؟ قال لي اللي حواليه اقنعوه انك انت ند. ندي في ايه؟ فيعني فاللي بيقول ان انا من الماضي وبتاع، وبعدين انا بقى لي يومين يا اخ عمرو الشخصيات الجميله واللطيفه ما حدش عاوز يشيل الشيله، بكلمه يقول لي لا سيبني، ما حدش عاوز الشيله دي. وبعدين قلت لبعض الشباب الموجود قلت له ده عباره عن بير بعائق كبير جدا وفي حد مرمي فيه، فمين جدع ينط عشان يخرجه؟ انا نطيته وما اعرفش اخرج ولا لا. فمش هقف عند مين المطعم. ده دود يا دكتور، ده دود. لا 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 يعني ومين عاوز يشيل في هذا؟
في هذا العمر وهذا الجهد كما في بيتنا ومع عيالي. بس هو سوء حظي ان انا ارتبطت جدا بالبلد. وهيقول لي ازاي حد يصدق يا اخ عمرو ان انا كنت رئيس وزاره ووزير 6 وزارات؟ ايوه هو كده قدري وما كانش تكويش ولا حاجه ابدا، لان كان معايا حوالي 15 بيدوروا على حفره اقع فيها. فكل وزير يبدا كنت بشيلها عشان ما اجيبش واحد الاقي نفسه انضم للحفره، ما انا مش ناقص. هل تعلم ان كنت وزير طيران وعندي طيران مجانا لي ولزوجتي بحق القواعد الموجوده في مجلس اداره شركه الطيران؟ قعدت 9 في مركبش طياره. قعدت ما خرجتش، لا كنت ممنوع ولا احدد اقامتي والكلام ده، لان كنت بشوف البلد بتنهب. 20 سنه عايش مع زملاء ليا وزراء ورؤساء وزارات على مدى 20 سنه عملنا مصر بهذا الشكل لحد سنه 99. وفي خلال في خلال 20 سنه مصر كان عندها دين داخلي 147 مليار، عملت بنيه اساسيه وطرق وكباري ومحطات كهرباء وكذا كذا. في خلال 4 سنين الرقم ده بقى ضعف. في 10 سنين الرقم ده بقى 6 أمثال. فكنت عارف، كنت شايف، فكنت يعني خجلان من نفسي ان بلدي بتنهب بهذا الشكل، وارى اطلع بره اتفسح واخد ويك اند فين وبتاع فين، رغم ان كان عندي تذاكر يعني. فما اعرفش اللي عاوز يعترض، زي ما قلت برضه هذا حقه. ولكن انا اعتقد ان ربنا اداني هذا القدر من العمل والجهد لهذا البلد. بروح قريه، بروح زقاق، بروح جامع، بروح كذا، بجد هذا الامر لحد اليوم. وانا لو انت شفت دلوقتي التلفزيون لو جابها الناس قابلتني ازاي، لو رجعت شويه في جامع هتشوف قابلتني ازاي. فما تزعلش، انا معلوماتي ان حضرتك بعد ما طلعت من الوزاره كنت بتروح تصلي في الجامع، بتلموا عليك الناس، بطلت تروح تصلي جنب الجامع عشان خاطر كان ده بيؤرق القياده السياسيه. دي معلومات انا كنا نشرناها قبل كده في الصحف يعني. فعشان كده هل الشباب ده يعلم هذا؟ طب يعني ترد بيه على انا وانا في البداية في اللجنه كان السيدات قاعده هم اللي بياخدوا منا البطاقه رقم القومي وبتاع، فست وقفت اتكلمت قالت لي احنا بنحبك، ولادنا ما يعرفوكش، فما تقلقش يا اخ عمرو. طيب انا بس الحقيقه عايز يعني اسال في محورين مهمين قوي. اولا يعني الحكومه القادمه شكلها ايه؟ هل هي حكومه ائتلافيه؟ هل هي حكومة شباب؟ هل هي حكومة تجمع بين الشباب وبين الكبار؟ حاجات انا دكتور كمان عمرو، انا قلت من اول يوم، يوم ما كلفت يوم الجمعه، قلت انا بدي ايدي لكل الاطياف وكل الاحزاب، وانا مستعد ان انا اتعامل، لان احنا كلنا بنعمل لهذا البلد. مش معقول هقعد اقول لواحد انت ما اتكلمتش ليه؟ انت ما سالتنيش ليه؟ وموجود يوميا من 9 ل 10 بالليل في معهد هنا. ولكن استقريت يا فندم على شكل الحكومه؟ يعني خلاص نقدر نقول ان في حكومه قوامها واضح قدام حضرتك دلوقتي؟ لا انا دلوقتي بسعى الى يعني اختيار من 3-5 شباب في مواقع مختلفه، لان اخواننا الاحزاب اخواننا كذا بياخدوا الموضوع ما يستاهلش يعني شهرين ثلاثه ويخش ليه، ولكن الشباب هيكون مستقبله يعني لو دخل شهر 2-6 حسب المده ممكن ان يكون بدايه ليه في كارير جاي يعني. يعني انا عندي قناعه كامله ان احنا جيل هنمشي، ولا بد الشباب ما نقولش بس كلام، فعلا ان احنا ندخله في مواقع مختلفه وزاريه او مواقع اخرى انتاجيه. يعني انا بقول النهارده عشان نحرك مشروع سينا اللي وقف 10 سنين، ليه ما يكونش رئيس الجهاز التنفيذي شاب ومعاه مئات بل الاف من المهندسين والمحاسبين والزراعيين في الموقع في توشكا؟ بكره تسمع عنها اذا كان ليها اجل. توشكا يا فندم دايما البعض بعض المنتقدين دكتور كمال الجنزوري يقولوا دايما توشكا مشروع عمله دكتور الجنزوري عشان خاطر الرئيس السابق. ردك ايه على هذا الكلام يا فندم؟ هذا كلام غير حقيقي، وتثبت الايام ان توشكا اللي اتصرف عليها اقل من اتصرف على مترو انفاق من شبرا الخيمه الى جامعه القاهره، ده 6 مليار وده 6.2 من 10، مش زي ما بيقولوا عشرات و15 وميزانيه راحت والحاجات دي. معمول حاليا فيها محطه كهرباء بنص مليار دولار، ثمنها النهارده ما قلش على 2 مليار دولار، اتصرف عليها الباقي في فرعه رئيسيه، فرع رئيسي واربع افرع، والارض موجوده والميه موجوده، وبقى لها 10 سنين ما زرعتش الا 30,000 فدان عملها اخو سمير، اقصد
كان وزير البترول كانت شركه قابضه زرعت 30 الف فدان جايبه 18 دب شعير في الفدان، شركه سعوديه 15 الف فدان، شركه الزهر بتاع الامارات 15 الف فدان، وكلهم جاوا من 18 20. فكيف يمكن عند هذا الارض لشعب بيستورد نص اكله من بره؟ هو كان هو التشكه دي بتاعتنا. طب ما الراجل يقول الكبير راح 8 مرات وانا موجود ومرتين بعد ما خرجت بقت وحشه. طيب ما رحتش توشكا روح فين؟ نتعرف من يوم ما وقفت توشكا وسينا جبنا 13 مليون حوالين القاهرة واسكندرية كعشوائيات. صحيح. هل تعرف يا أخ عمرو إن المساحة اللي احنا عايشين عليها دلوقتي مرة ونص عن 200 سنة يا محمد علي، أيام ما كنا 3 مليون. واللي بيتكلم يقول يعني ما ولحد دلوقتي من 3 إلا دي كارثة لازم يحاسب عليها. طيب دلوقتي يا فندم استقريت على وزراء معينين يا فندم، يعني عايزين ناخد برضو انفراد برنامجنا يا فندم، في اسماء معينه يعني استقريت عليها حضرتك؟ صدقني بقول لك انا الثلاث ايام فاتوا مني عشان اقابل الشباب وغير الشباب، اول يوم النهارده اشوف الكشف بتاع الوزراء ده ان وجدت لا يقل عن 60 65% ما اعرفهمش، وفي نفس الوقت جت 2 3 من الشخصيات الكويسه اللي اتمنى انها تكون موجوده اعتذرت. فحاليا بسعى ان انا اجد بدائل، ولكن في ذهني وانا حريص جدا ان انا اجد من الشباب ما يتولى ثلاث اربع وزارات. يعني في اسماء معينه يا فندم؟ صدقني لو في اسماء كنت اقول لك يا اخ عمرو. طيب هل في اسماء معينه من الحكومه الحاليه حكومه الدكتور عصام شرف هتكون موجوده في حكومه حضرتك؟ ما اصل انا زي ناس يقول لك يعني سمعنا المهندس ماجد جورج مستمر، سمعنا الدكتور منير فخري عبد النور مستمر، يعني هو بالقطع لابد ان يكون هناك، لان ما فيش حد هنقدر نغير 30 وزير، ده كلام مش ممكن يعني، ما فيش اي يبقى الا انقلاب يعني، لكن خاصه ان في منهم ناس المصلحه العامه تطلب منهم لانه له خبره، وبجد الناس اللي عندها خبره موجوده مش عاوزه تيجي، طب ماذا تفعل؟ فاذا هيكون فيه يعني في حدود التلت او اقل من الوزارة الموجودة والباقي جديد. هل يا فندم هيتم الإبقاء على منصب وزير الإعلام أم أنه سوف يتم يعني إنهاؤه والاكتفاء بمفهوم آخر أو منظور آخر أو مسمى آخر؟ لا هو أصلا الموضوع أخ عمرو، الموضوع ده أخذ فيه قرار وألغيت وبعدين رجعت، فمش عاوزين نقعد بقى نشيل ونحط، يعني أنا أعتقد بقائه ممكن كمنصب موجود لحد ما في بقى وزاره منتخبه عندها وقت سنتين ثلاثه تبقى تعيد هيكله الوزارات كلها يعني. ولكن الفتره القليله دي اعتقد يعني ما فيش داعي نعود للالغاء الذي او ضم وزارات، لان في وزارات كثيره ممكن انها تضم، بحيث ان يكون بدل ما عندي النهارده 27 وزاره ممكن يكونوا بالراحه 20، والكلام ده مفهوم قديم وحاولناه اكثر من مره، لكن كل الكلام ده مش وارد دلوقتي الا لما اكون وزارة بعد كده منتخبة عندها وقت قد يكون سنتين ثلاثة يحق لها انها تعمل الكلام ده. طب اذا فندم تم الابقاء على منصب وزير الاعلام، هل وزير الاعلام نفسه الموجود حاليا سوف يستمر في الحكومة القادمة؟ لا ما انا مش عاوز، انت بقى خلقت من الاعلام الى الصحافة وجالك فك الحس الاعلامي، انا مش هقدر اتكلم على اي حد دلوقتي. طيب انا ليا سؤال، يعني هل لو المجلس العسكري بعت لسيادتك بعض المقترحين من الاسماء المرشحة للوزارة هتقبلها ام لا؟ يعني دي مسؤوليتي انا، دي مسؤوليتي انا، وانا اللي هختار الوزراء، والكلام ده بقوله هذا، وعشان كده بعض الوزراء القدام الموجودين اللي انا اعرفهم وبشعر ان مصلحه انهم يبقوا هبقيهم، والجديد صدقني برضو انا اللي اختاره. طيب ما مدى صحه انه سوف يتم الاستعانه بالمستشار طلعت حماد الذي كان موجودا في ظل حكومه سيادتك الاخيره وكان وزيرا لشؤون مجلس الوزراء سوف يكون موجودا في هذه الحكومه، هل هذا صحيح ام لا؟ غير صحيح. غير صحيح. نعم. طيب دكتور كمال، في حالة ان شاء الله اتمام الحكومة متوقع امتى انها تقوم بقسم اليمين امام السيد المشير؟ ارجو هذا الكلام على 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 الاربعاء والخميس، لم يكن يضطر يوم كمان، لانه انا لسه ما اتكلم مع حد لحد دلوقتي، يعني هل هنتهي في خلال الثلاث والاربع ولا ارجو هذا، يعني لانها من المفيد انها تنتهي خاصة بعد اعلان المرحلة الاولى من الانتخابات الهيئة الفردية يوم الأربعاء. أول قرارين يا فندم هتاخدهم سيادتك إيه يا فندم؟ لا ما مش قرار، أنا أول أولوية وده اللي خلاني شعرت وشعرت وأنتم شعرتوا كلكم بموضوع الأمن، هو شاغلني حاليا
خاصة لاختيار وزيرة داخلية، ازاي اوجد حركة او الامن الشارع يتحرك الى الامام يوم عن يوم، عشان في الوقت اللي هتحرك فيه هجد فيه سياحة، هجد فيه عجلة انتاج بتتحرك، وهذا الامر يدي رضا للشارع، وتمشي الشارع تلاقي فيه ابتسامة كده بعد الغضبة الموجودة دلوقتي يعني. اسمح لي يا فندم اترك بقى السؤال الاخير للمهندس نجيب ساويرس يساله سيادتك، اتفضل يا نجيب. ندمان يا دكتور على الاختيار ده؟ الاختيار بتاعي؟ لا، على اختيار المسؤوليه اللي القيت عليك دي، ندمان عليها ولا لسه؟ لا مش ندم يعني، انا شاعر ان انا كنت اتمنى ان انا ما اشيلهاش يعني، ولكن بدل هي جت فبقول يا رب. ان شاء الله ربنا يوفقك يا دكتور. لا لاني لجأت لله، ان انا قلت ارجو يا رب اذا كانت شر ابعدها عني مره واثنين كذا يوم، فبدل جت وربنا هو الحق اعتقد يعني، واتمنى ان هو ينجحني لان هو الامر الناهي في مثل هذه الامور. دكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس. قاعد انت مبسوط وهو وعمر قاعد مبسوط وبقى كلكم مبسوطين، معلش يا لا والله يا فندم احنا يا إيه؟ دكتور مبسوطين باللي شفناه النهارده الحقيقه. النهارده عشان النهارده اللي شفته النهارده نفس الفرحه اللي انا شفتها يوم 25 يناير والايام التاليه ليها، ولا يمكن تصدق المنظر وازاي الناس بتتعامل مع الجيش ومع الشرطه، ورجعت الايام الحلوه وازاي الشعب يتعامل والعكس صحيح، هي دي مصر. دكتور كمال كان نفسك تنزل التحرير يا فندم بعد الثوره؟ لا انا كنت نفسي انزل كل حته، وان شاء الله هنزل كل حته، لان مش مده انها شهر ولا اتنين ولا اكتر. انا بتكلم على التحرير بالذات يا دكتور كمال، كان نفسك تنزل ميدان التحرير بعد 25 يناير؟ نعم. كان نفسي حضرتك تنزل التحرير بعد 25 يناير؟ لا انا نزلت مرتين بعد 25 يناير التحرير. وشاني دايما ما بحبش عمليه الاعلان واصور يا جدع، انا نزلت مرتين التحرير بطريقه معينه، وخرجت لان كنت عاوز اسعد باللي انا شفته واللي انا انتظرته سنوات طويله. طب شعورك ايه يا فندم يوم 11 فبراير يوم سقوط نظام مبارك؟ شعور كل المصريين، شعور طيب، لان مش قضيه كان شخص، قضيه نظام انا عشته وشفته وتعاملت معاه. بس هو نظام ظلمك يا فندم، فاكيد كان جواك شعور. ظلم البلد كلها صدقني. عايز اقول لك طب وقعدت فيه ليه؟ لان كان عندي قناعه ان انا كنت بعمل حاجه وعملت حاجه للبلدي. اتفضل يا نجيب. انا عايز اقول بس شهاده للتاريخ ان انا تقابلت مع الدكتور بعد الثوره، سوري قبل الثوره بعد خروجه، وانه هو تنبأ باللي حصل ده. هو قال لي مش ممكن الوضع ده هيكمل كده. انا يعني بعد اذنك يا دكتور في المقوله دي يعني. لا لا لا, لا يعني لا يعني كان بيفض همه يعني. معايا يقول لي يعني مش ممكن اللي بيحصل ده، مش ممكن هيكمل كده. فانا بس بستأذنك يا دكتور ان انا قلت كده يعني. لا اكثر من هذا انا لمجموعات جت قبلها بشهور في مكتبي واقسمت بالله ان جمال لن يترشح، مش يجي، لن يترشح، لان كان عندي الشعور هذا من خلال افراد القوات المسلحه، لان كنت عندي قناعه كامله ان لن يقبلوا هذا. هم صمتوا وسكتوا وكانوا حريصين كل الحرص ان الامور تمشي بهدوء، ولكن كان في كثير جدا، واللي كان بيشيع الكلام بتاع انه جمال كانت الداخليه وهي اللي كانت بتقول فلان قاعد امبارح مع فين وفلان جاي وفلان عامل، ولكن انا كان عندي قناعه وقلتها قبلها بشهور، وفي ناس غير الاخ نجيب اقسمت ان جمال مش جاي، لن يتمكن ان يترشح، فالحمد لله انها تمت. هو يا فندم مشروع التوريث لجمال مبارك هل بدا يا فندم او كان شعرت بيه في فتره رئاستك للحكومه؟ لا 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 ولا بعدها؟ لا لا، ما ده انا خلقت عشان كده، لان انا كنت راجل كده صادد يعني، ما يعني كان ممكن جدا تتصور يا اخ عمرو ان انا اكون موجود في مجلس الوزراء وبعدين مشروع القوانين بيتعمل في مجلس السياسات. ده انا ما قابلتش اروح الحزب في الاربع سنين، ما زرتوش مره. ده طب ما موت احسن يعني. فكان الراجل ده لا يمكن، لازم مواقف كبيره يعني الناس مش عاوز اعيد ليها يعني. هل منتظر ان شاء الله بعد تشكيل الحكومه عمل حركه محافظين؟ يعني ضروري يعني، مش يعني ضروري طبعا بعضها، لكن انا اللي فكرت فيه حاليا خلال امبارح والنهارده هو موضوع مجلس الوزراء.
مجلس الوزراء، لكن بعدها ان شاء الله هيكون في حركه محافظين ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. يعني مش مؤكد لان الفتره مش طويله وفي كثير منهم جاي لسه قريب، مش قضيه تغيير بس يعني، ولكن انا اتمنى اخ عمرو انه في مشكله اساسيه تاخد اولويه اولى، هو الامن وحركه الاقتصاد كيف تتحرك. طبعا القطاعات الثانيه مكمله ليها ولا بد منها، ولكن هم دول هياخدوا فراغ، اقصد مساحه كبيره في العمل من اول يوم. الناس عندها حاله قلق يا دكتور كمال من فكره ارتفاع سعر، انخفاض سعر الجنيه امام سعر الدولار، يعني يمكن من زمان قوي من فتره 6 سنين ما حصلش ان الجنيه بالنسبه للدولار يتجاوز 6 جنيه، والناس عندها قلق ان يحدث عقب ذلك ارتفاع في الاسعار. هل ممكن نديهم اي تطمينات النهارده يا فندم؟ لا ما عشان تطمن العمله بتاعتك هي صدى لانتاجك، حينما انتاجك يتوقف ده هو كويس ان هو يعني ما زادش اكتر من كده خلال السنه اللي فاتت او السنه اللي قبلها، فلا بد ان عجله الانتاج تيجي تتحرك، ولا بد ان السياحه، لان السياحه بتجيب لك عمله صعبه، وهذا الامر هو اللي يعطيك اما من خلال انتاج او من خلال خدمات تدخل في اطار التصدير يعني، والا مش هتقدر تحوشه بايدك. هو لا بد ان قضيه الانتاج تاخد حيزها، ومجالات الخدمات اللي تديك عائد زي السياحه تتحرك، تيجي لك عمله اجنبيه، وبالتالي مش هتقعد تدور على انك تغير بعملتك تجاه العمله الصعبه. هل منتظر يا فندم ان يكون من القرارات التي سوف تصدرها ان شاء الله وضع سقف وحد اقصى للاجور على مستوى الحكومه ورفع الحد الادنى؟ ده اعتقد من ضمن الحاجات المفروض انها تتخذ، لان دي مش عاوزه تاجيل يعني، اعتقد من الحاجات، لان انا كنت اتكلمت في برنامج امبارح على ان بعض القضايا الملحه اللي تدي قدر من العداله الاجتماعيه للمواطنين، سواء تزيد قدر من العماله الكبيره في الحكومه وهي موجوده السنوات، او زياده بعض المعاشات او تامين او الضمان الاجتماعي او او او، دون الدخول في التفاصيل لان الكلام ده ممكن يكون مقترح ولكن قرار لمجلس الوزراء. هسيب السؤال الاقتصادي الاخير للمهندس نجيب، هم كرجال اعمال قالوا لي المداخله دقيقتين بس، عايزين ايه اخر سؤال يا فندم نجيب؟ بس هيسالك سؤال كرجال اعمال، مطالبهم ايه من رئيس الحكومه القادم؟ ايوه يعني احنا مطالبنا ان الدكتور جنزور ما عينش اي وزير مش هيكون قادر على اتخاذ قراره وانه يمضي على الورقه، لان اعمالنا كلها متعطله، هناك جبن وخوف شديد، كل واحد تكلمه النهارده عشان ياخد قرار يقول لك انا مش هلبس تريننج واروح طره، مش عايز ياخد اي قرار. كل المسؤولين الحكوميين اللي بنحتاجهم في اعمالنا متوقفين تماما عن اتخاذ اي قرار او امضاء اي ورقه. اتفضل يا فندم. يعني انا كنت دايما اقول كده مقوله بكررها دلوقتي شويه، المحافظ اللي ما يقدرش ياخد قرار الا لما الوزير يقول له، ولا الوزير ما يقدرش ياخد قرار رئيس وزاره يقول له، وايضا رئيس وزاره مستني السلطه الاعلى، اعتقد حرام انه دول يكون لا محافظ ولا وزير ولا رئيس وزراء. فانا ارجو يعني ان نتمكن بانه المجموعه الوزيريه يكون معانا تاخذ قرار، والخوف هنا يعني مش وارد الا اذا كنت تعمل غلط يعني، ما دام بتعمل صح هتخاف من ايه؟ وانا انا مع الاخ نجيب، لانه شفت الفتره اللي فاتت كان هناك يعني امر في منتهى الصعوبه، انه اتفه الامور كان بيروح لها عشان الوزير يقول له معلش شويه، وشويه كان طالت شهور يعني. فارجو ان ده ما يتكررش. دكتور كمال الجنزوري انا بشكرك جدا، وطلبي الاخير قبل ما انهي الحوار، عندي على التليفون يا فندم الاف المكالمات كان نفسها تكلم حضرتك، هل نطمع انك تكون معانا يوم الاربعاء على الهواء هنا في 90 دقيقه؟ ما انت قلت لي التشكيل الوزاري، اديني فرصه نشوف حد في الوزاره يا عم. يعني نقول يا فندم الاربعاء على السبت يا فندم؟ خليها اللي بعدها اذا عشنا كان الاجل للسبت يعني. يوم الاثنين كويس؟ السبت كويس يا فندم؟ هتكون شكلنا الحكومه. طيب خلاص بعد تشكيل الحكومه اذا اراد الله خلاص، يبقى السبت ان شاء الله على الهواء هيكون معانا ضيفنا الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء. اشكرك جدا دكتور كمال، واتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله باذن الله يا فندم.